اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك اسر اهالي الشهداء الاحتفاليه الخاصه بعيد الفطر المبارك، وده مش اول مره بصراحه، ولكن هو تقليد بيحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول ايام العيد. هنتكلم طبعا في هذا الموضوع معي الدكتوره نهاد توفيق صبيح، استاذ علم الاجتماع والشؤون الثقافيه بالاكاديميه العربيه واخصائيه ارشاد نفسي واسري ومستشار جمعيه زوجات ضباط الشرطة وأسرهم. صباح الخير يا فندم. صباح الفل يا أستاذ محمد. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك بخير ومصر كلها والوطن العربي كله بخير. حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة أهالي وأبناء الشهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة شايفاه إزاي؟ إن هو تقليد كل عيد بيعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي. في البداية أنا حابة أقول لعبد الفتاح السيسي الأب، كل سنة وحضرتك طيب وبخير، وكل سنة ومصر في حماك وأنت في حما مصر. امبارح شفت يعني لقطة أو مشهد جميل جدا جدا، يمكن العالم كله شافه، قد إيه الأبوة والحنان والتلقائية في مشهد أبوي تلقائي من الريس الإنسان. أحد الأطفال اللي أبائهم استشهدوا كان طالع ماسك في أمه جدا ومش عايز يتحرك، فلغة الجسد لا تكذب أبدا. صحيح. لقيت فخامة الرئيس بمنتهى الأبوة راح جاب له بالونات واداها للطفل، فالطفل سكت وفرح، ووالدته كانت يعني في حالة من يعني الامتنان والسعادة لهذا الأب، لأن الأبوة لا تنفصل أبدا عن شخصية الإنسان، وهو ده اللي وجدناه وتعودنا عليه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى المسؤولية. صحيح. وشالها على عاتقه. هو لقاء بيتجدد كل عيد، حتى كل أبناء الشهداء الأطفال وحتى زوجاتهم والأسر زوجات الضباط الشهداء ينتظرون العيد علشان يقابلوا السيد الرئيس. هو اللقاء في حد ذاته هو ده فعلا العيد، وهو لم شمل الأسرة المصرية بعد ما عانت فترة طويلة من القهر ومن يعني محاولة تفكيك هذه الأسرة. يعني فخامة الرئيس أول حاجة فكر فيها يلم شمل الأسرة المصرية تاني، عملية التواصل ما بين الأجيال بعضهم وبعض، وده بيعمله من منطلق إنساني بحت. هو بيحب مصر، إنسان مصري أصيل بيحب مصر، وهذا التجمع اللي يعني بقينا فيه دلوقتي الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للرئيس عبد الفتاح السيسي في لم هذه الأسرة، وخاصة إن الأسرة المصرية هي اللي بتشغل باله طوال الوقت. يعني مثلا لما أطلق مبادرة حياة كريمة كان قصده فيها بداية العامل النفسي. صحيح. قصده لم الأسرة المصرية، مش قصده أبدا يعني مجرد الماديات مجرد المكان، لا ده هو تخطى ده لم الأسرة بمعنى بكل ما تحمل الكلمة من معاني. تأثير ده على الأطفال إيه يا فندم؟ هو مسألة غرس الانتماء والولاء للأسرة بداية والوطن بيبدأ من هذه اللفتات والتصرفات الحانية من القيادة السياسية. صحيح. يعني إحنا مهما قعدنا نعلم الأولاد من كلمات ومن مواد تعليمية، مش زي ما الموقف يحصل قدامهم زي ما بيقولوا كده لايف، يشوفوا تصرفات القادة يشوفوا تصرفات الأب. من هنا هيبدأ إن الطفل يتعود إن أنا الدولة بتحترمني، الدولة بتقدرني، الدولة بتهتم بيا، يبقى شيء طبيعي إن يبقى المردود تعلق بهذه الأرض، تعلق بهذه الدولة. وكمان دور الأم، دور الأم في ترسيخ الهوية،
في يعني تعليم الأولاد معنى الحنان، معنى المسؤولية، لأن الولاء مسؤولية. صحيح. وإحنا لما هنيجي نقول لأولادنا ونحكي لهم عن مدى ما كنا فيه وسنظل للأسف، لأن هي مصر، مصر فعلا زي ما فخامة الرئيس بيقول أم الدنيا، والأم مسؤولية وحنان ورعاية وغنى، وأنت غني ليس بقدر ما تمتلك ولكن بقدر ما تعطي. الحقيقة هو اهتمام كبير من السيد الرئيس، واهتمام كبير جدا من المسؤولين لأسر الشهداء سواء من القوات المسلحة والشرطة، وواجب وطني دايما الدولة بتقدمه لأسر هؤلاء الشهداء اللي السيد الرئيس أكد أنه لولاهم ما كناش فعلا موجودين حتى فعلا الآن. فعلا يعني الواحد مهما عمل مش هيقدر يقدر هذه الأسر اللي تحملت غياب عائلها، وهذه الأسر ليها كل التقدير. وبرضو عايزين نقول لأولادهم على قدر هذا التقدير، أنتم منخرطين معانا، مشتركين معانا في الحياة، لكم كل التقدير على ما قدمتموه، وأنتم أساس هذه الحياة، لأن اللي بيضحي بحياته وبيضحي باستقراره وبيضحي بدمه هو ده الإنسان المصري الأصيل اللي كل معاني الامتنان ما تكفيهوش ولا توفيه. أيضا أهالي الشهداء وجهوا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الطيبة دي، ان هو دايما بيدعوهم في كل عيد ان هو يحتفل معهم بأول أيام عيد العيد. هم في الحقيقة زي ما بقول لحضرتك كده، هي مصر ولادة، وهم شايفينه أب حاني، وهو كمان يعني ما فيش أي شيء يجبره ان هو يعمل ده إلا ان هو إنسان أصيل، وان هو كأب شايف ومتحمل المسؤولية، وكونه ان هو يجمع كمان أبطال وأطفال غزة معانا ويشتركوا معانا، لأن هممنا فعلا هممنا واحدة ومشاكلنا واحدة، وإحنا كلنا كعرب يعني بنلتف كده حوالين القلب الحاني. مصر هي القلب الحاني للأمة العربية. أيضا تم التوجيه بإنشاء صندوق لتكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ده طبعا بيتبع رئاسة مجلس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهمية هذا الصندوق إيه؟ هو استكمالا للمنظومة الجميلة وللفكر الراقي والفكر المسؤول الخاص بالقيادة السياسية، استكمالا لهذه المنظومة جاءت فكرة هذا الصندوق. وهذا الصندوق على ما أعتقد أنه هيساعد جدا في إشراك هؤلاء يعني الثكلة وأبناء الشهداء في الحياة ومعرفتهم بمدى الأوضاع ومدى ما وصلت إليه مصر من تقدم في الناحية النفسية قبل الناحية الاقتصادية والاجتماعية. أهمية الصندوق وإنشاؤه في هذا التوقيت يا فندم، يعني شايفاه إزاي، والاهتمام بهذه الفئة أبناء الشهداء؟ أنا بقول لحضرتك هو جاء استكمال لمسيرة إن شاء الله بإذن الله نستكملها، مسيرة بتاخد كل إيد المصريين، مش بس أبناء الشهداء، بتاخد ابنه للجمهورية الجديدة، لمعنى الجمهورية الجديدة. يمكن في ناس كتيرة جدا غايبة عنهم فكرة الجمهورية الجديدة. صحيح. هي الجمهورية الجديدة هي العاصمة الإدارية؟ لا طبعا، هي مش العاصمة بس، هي حياة الإنسان المصري، الحياة الجديدة، الأمور الجديدة اللي يعني العالم دلوقتي عايش فيها وبعضها بيفرض علينا. فكون ان هو بيفرض علينا فاحنا علشان عندنا نسبة لازم كبيرة من الوعي. صحيح. فعلا، والوعي ممارسة، نعيش ازاي،
نعيش ازاي بشكل جديد، ازاي نواكب التطورات الهائلة في هذا العصر، تغيير الفكر كمان ده اللي فعلا بيشتغلوا عليه المسؤولين، ان هم لازم نغيروا فكرنا نحو المتغيرات ومواكبة العصر. فعلا مسألة تغيير الفكر واللي بيتبعه تغيير سلوك ده شيء مش سهل أبدا. احنا عانينا فترة طويلة من مشاعر بتقهرنا، من ناس بتحاول ان هي تفرض علينا افكارهم وبتفرض علينا سلوك معين، ده بعيد جدا عن المصريين. والدليل ان اليومين دول كمان انا شايفة ان اخواتنا المسيحيين بقوا اكثر تفاعلا، هم طول عمرهم متفاعلين الصراحة، لكن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا الامل ان احنا نظل وحدة واحدة ونفضل ايدينا في ايدين بعض علشان ننتقل. الحرص على الذهاب لتهنئتهم في اعيادهم. فعلا فعلا، وهو ما بيفرقش ابدا ما بين مصري ومصري، ما بين قبطي وقبطي، لان المصري هو قبطي بالمعنى الفرعوني، قبطي يعني. وده اتاكد في احتفاليه امبارح، كل نسيج المجتمع المصري كان موجود في الاحتفاليه، ومش الاحتفاليه دي بس، كل الاحتفاليات السابقه بنلاقي كل فئات المجتمع بتشارك هؤلاء الاطفال وهؤلاء الاسر للاحتفال بالعيد. عارف يا استاذ محمد، في قاعده كده بتقول ان لغه الجسد لا تكذب. صحيح. ولغه العيون هي اصدق لغه. لو لاحظنا امبارح مدى السعادة والفرحة والإحساس بالألفة من الأطفال ومن ذويهم ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيتعامل معاهم، هنحس قد إيه بالمصداقية. دايما بيتعامل بتلقائية وأبوة مع الأطفال. فعلا فعلا، كل حاجة كل تصرف تلقائي بيطلع من سيادته، وده بينعكس على الأطفال وعلى ذويهم. الطفل مشاعره ناضجة جدا وعنده نسبة من الوعي سبحان الله فطرية، يعني هو شايف ان الانسان اللي بيحبه بيحس بيه والانسان اللي بيكرهه بيحس بيه. صحيح. فمش ممكن هيرتمي في حضن انسان هو مش شاعر ناحيته بأي شيء. فربنا يا رب يبارك لنا في فخامة الرئيس وفي مصر وفي هذه الأسر اللي بتتحمل، علشان زي ما بيقولوا كده في ناس بتموت علشان ناس تانية تعيش وتكمل الحياة. مش ده بس اللي بيخلد ذكرى الشهداء، ولكن هناك أعمال أخرى كتير جدا، منها الأعمال الدرامية اللي بتخلد لذكرى الشهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة. فعلا، يعني أنا ملاحظة أن من فترة تقريبا كل رمضان لازم يكون في عمل، وغير رمضان ممكن يكون برضو في عمل كبير بيخلد هذه الذكرى. أنا شايفة أن الفكر أصبح فكر منظم، وأصبحت منظومة جميلة متكاملة، وبقت الأعمال الدرامية يعني بتبث روح الولاء في أولادنا وفي شبابنا، لأن في بعض الشباب للأسف غير مطلع. فحلو جدا ان انا اجذبهم عن طريق عمل درامي، عن طريق اغنية، عن طريق قدوة هم بيشوفوها، لان للأسف دلوقتي بقى الاعلام البديل له هجمة شرسة على اولادنا. وانا من هنا بوجه عناية الاباء والامهات، احتضنوا اولادكم، ما ترفضوش افكارهم، امشوا معاهم بس نوروا لهم الطريق. صحيح. عرفوهم ايه الصح وايه الغلط، عرفوهم ان الاعلام البديل لا يمكن ان هو يكون الاساس في حياتنا. مواقع التواصل الاجتماعي مش كل ما تقدمه صح، مش كل ما تقدمه خطأ، ازاي نستقي المعلومة، ازاي ان احنا نرسخ الهوية عند اولادنا، ازاي. اعتقد ده ممكن يكون دور يتكامل مع دور الاسره من وزاره الثقافه ووزاره التعليم، التربيه والتعليم. انا مع حضرتك، ولكن النشاه والتربيه هم الاساس. الاسره هي الاساس. انا معنيه بشان الاسره من حوالي 7 سنين، وبحاول بقدر امكاني ان انا
يعني ألقي حجرا في الماء الراكد زي ما بيقول، وأنبه الآباء والأمهات لأهمية إن أنا أنشئ ابني أو بنتي من البداية على المعتقدات وعلى العادات وعلى السلوكيات المصرية الأصيلة. مفيش مانع إن أنا أستخدم وسائل حديثة، ولكن أصل الموضوع هو اللي يكون عندي. مدى الاستجابة إيه يا دكتورة؟ في استجابة كبيرة جدا جدا، وفي يعني من الراكدة اللي حضرتك قلتي عليها دي، هل تحركت شوية ولا لسه راكدة؟ لا، هي تحركت وبتتحرك والكل بيتكاتف دلوقتي. أنا مش شايفة إن في حد يعني متكاسل ولا متخاذل. حتى مثلا وزارة زي وزارة الأوقاف دلوقتي بتحاول ويعني بدأت مبادرة معركة الوعي. الوعي سلوك صحيح. والوعي هو اللي هياخدنا إن شاء الله بإذن الله للجمهورية الجديدة، وهو اللي هياخدنا لمواكبة العصر الجديد بإذن الله تعالى. دكتورة نهاد توفيق صبيح، أستاذ علم الاجتماع والشؤون الثقافية بالأكاديمية العربية والأخصائية الإرشاد النفسي والأسري ومستشار جمعية زوجات ضباط الشرطة أسرهم، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ. شكرا لحضرتك. ألف شكر. شكرا مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية فقرات وأخبار حلقة اليوم من هذا الصباح. غدا بإذن الله حلقة جديدة وأخبار أخرى. كل عام وحضرتكم بخير، دمتم في أمان الله. شكرا لحضرتك.